أبو نواس. الحسن بن هانئ الشاعر العباسي الشهير، شاعر الخمر والمجون القائل: ألا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر، ولا تسقني سرا إذا أمكن الجهر، فما العيش إلا سكرة بعد سكرة، فإن طال هذا عنده قصر الدهر، فبح باسم من تهوى ودعني من الكنى، فلا خير في اللذات من دونها ستر، ولا خير في فتك بدون مجانة، ولا في مجون ليس يتبعه كفر. قال عنه الإمام الشافعي: لولا مجون أبي نواس لأخذت العلم عنه. وقد رآه بعض أصحابه في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بأبيات قلتها وهي تحت وسادتي، فوجدوها برقعة في خطه: يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم أني مسلم.